نظمت مؤسسة إيميل ووركس ماروك بتعاون مع بيت الصحافة ومركز هيسبريس للدراسات والإعلام ندوة دولية لمناقشة مستقبل الإعلام الإلكتروني وواقع الممارسة في المنطقة والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات لقطاع الصحافة الإلكترونية في ظل غياب قانون منظم للمجال. عندما نقول إطار قانوني، إطار مفاهيمي يضبط ما هي الصحافة الإلكترونية، يضبط شروط ومواصفات هذه المهنة، ويضبط أيضا حقوقها والتزاماتها وواجباتها في المجال. الصحافة الإلكترونية تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى يعني هذا التدريب يجب أن يكون مستمر، ويجب أن يشمل يعني التصوير الفيديو، أخلاقية المهنة الصحفية والكتابة. ونعلم أن الإعلام الإلكتروني يستهوي العديد من الشباب خصوصا، وهنالك في تونس مشاريع يعني صحف إلكترونية يديرها شباب، والقائمين عليها هم من الشباب. أي مؤسسة إعلامية يبقى ليها تأثير لو ليها قيمة، لو ليها فايدة. لو أنا طول النهار بكلمك على أخبار الفنانين والوزراء وإلى آخره، مع احترامي الشديد للجميع على رأسنا من فوق، بس ما قدمتش حاجة ليك شخصيا ذات قيمة، فأنت تقدر تستغنى عني. لكن لو أنا قدرت أقول لك كل يوم تقدر توفر 50 درهم إزاي في حياتك، أكيد هتسمعني كل يوم. احتدم النقاش حول قوانين تؤطر القطاع، على اعتبار أن محاولات الحكومات العربية لضبط مجال الصحافة الإلكترونية محاولات فاشلة بحكم التقدم التكنولوجي وسهولة الولوج إلى المعلومة على حد قول البعض، غير أن ترك الأمر على ما هو عليه لا يضمن حقوق الصحفيين على حد قول البعض الآخر.